والموعد أيضا سيجمعنا مع بندقية فضية أخرى وإنجاز يبحث عنه المشاركين في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. بعد أن تابعنا معكم القويعية لسعادة السيد سليمان بن حمد الجبرين، سنتعرف في هذا الشوط عن من سينتزع البندقية الفضية للجذاع القعدان، والكلمة تنتقل للزميل علي بن ثامر المحشادي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، أحييكم تحية رياضية من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وها نحن نبدأ بعدما انتهينا من مجريات الشوط الرئيسي المكار، ونهنئ بفوزه أشقائنا وأخوتنا في المملكة العربية السعودية بفوز الهي القويعية بالمركز الأول، عائدة ملكية لسعادة سليمان بن حمد الجبرين. تهانينا والناموس على الفوز بالشوط الرئيسي. وبعد انتهائنا من الشوط الرئيسي الأول المكار، نبدأ ونقول بسم الله نبدأ وعلى بركته نتوكل، ومنه نطلب التوفيق والسداد في الشوط الرئيسي للقعدان. الشوط الرئيسي يبدأ والشوط الرئيسي ينطلق، والبندقية الفضية تنتظر القعدان التي تنطلق الآن وتندفع نحو المراكز المتقدمة ونحو النواميس. نبدأ العد مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز الأولى، وبنقول الساعي الساعي للسيد محمد بن فهد بن بيشان العجمي على المركز الأول. يندفع بن بيشان مع الساعي، النقلة على المركز الثاني العبار، العبار السيد ملحان بن راشد بن حبيبة ينطلق على المركز الثاني، ويندفع بن حبيبة مع العبار، النقلة على ثالث المراكز. ثالث المراكز يتواصل مزعج، العائدة ملكية للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، واسعد الله صباحك. النقلة على المركز الرابع، المركز الرابع الديب محمد بن سلطان بن مرخان يتواجد في هذا الشوط الرئيسي مع الديب هنا في ميدان الشحانية. النقلة على المركز الخامس، هنالك عقاب للسيد محمد بن حمد بن رحيم بن نايفة، ينطلق مع عقاب على المركز الخامس، ويسعدني من صباحك بن نايفة. إذن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، ها هي الخمس المراكز المتقدمة، وها هي الخمس المراكز المسموح لها بالنداء. نعود إلى الساعي، نعود عند محمد بن فهد بن بيشان العجمي الذي ينطلق ويندفع على المركز الأول، وهذه الخطى الثابتة في ميدان الشحانية من الست كيلومترات. اليوم ستة، اليوم ستة الجزاع. الله الله الله، الشوط الرئيسي، الشوط الكبير، الشوط المثير في هذا الصباح الجميل والرائع. إذا الساعي على المركز الأول، الساعي هو من يسعى على هذا الميدان في صدارة مميزة وفي اندفاع مميز. العائدة ملكية للسيد محمد بن فهد بن بيشان العجمي الذي ينطلق ويندفع الاندفاع المطلوب من قبل الساعي في هذا الميدان. الله 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 الله، على هذا الاندفاع. النقلة على المركز الثاني، المركز الثاني مزعج، العائدة ملكية للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين يتواجد ويقلص الفارق شيئا فشيئا. ها هو تشوفونه على الكادر العلوي مع المضمر اللي هو عتيق بن قريع، يتواجد مع مزعج على المركز الثاني. الله عليك يا بن قريع، النقلة على المركز الثاني الثالث عفوا. نشوف الذيب محمد بن سلطان بن مرخان، يتواجد بن مرخان مع الذيب على المركز الثالث، والمعركة طاحنة يا بن مرخان بالست كيلومترات. انه شوط الرئيسي، النقلة على المركز الرابع، وصلنا
شعار بن قمرة مع تمام وتمام التمام يا بن قمرة، 10/10 للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري وحمد بن محمد بن جهويل مع تمام وتمام يا بن جهويل. النقل على المركز الخامس، بنشوف في المركز الخامس اللي هو متعب للسيد راشد بن سالم بن مسعود المري يتواجد على المركز الخامس، حصل التغيير وطرى من قبل هملول للسيد محمد بن زايد او لزام للسيد سعيد محمد بن زايد. الخيارين قلص الفارق وغير المركز الخامس لصالح مع المضمر ناصر بن سالم المكسور. اذا نعود الى الصدارة، نعود عند الساعي على المركز الاول، وها هو الساعي يسعى، يسعى الساعي ويشق طريقه الصباحي ويفرق الضباب نحو البندقية الفضية التي تنتظر على خط النهاية. سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الساعي الساعي على المركز الاول محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يقود المسيرة ويقود هذه الجموع المتجمعة نحو البندقية الفضية في هذا الشوط الرئيسي الكبير وهذا الشوط المثير. الله 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 يا الساعي، كيل وين متر تفصلنا عن خط النهاية، بنشوف اللي هو مزعج. لا يزال متواجد غانم محمد بن زايد الخيارين على المركز الثاني مع مزعج ومع سيد عديد بن قريح هو الذي يقوده في عملية الترمير. النقلة على المركز الثالث، هنالك لزام لسعيد محمد بن زايد الخيارين يتواجد على المركز الثالث. الدور والنقلة على المركز الرابع، اسم جديد الحنيش محمد بن سهيل بن قاشوط المجروحي يتواجد على المركز الرابع مع اللي هو الحميش. النقلة على المركز الخامس، هناك عجلان محمد بن عبد الهادي بن نايفة يتواجد مع عجلان على المركز الخامس. الله عليكم الله عليكم الله، اشتد الصراع اشتد الصراع. او يا اخوي يا غانم يا ابن محمد بزايد الخيارين، الموقف خطير الموقف خطير، ما عاد ما وقت يا اخوي. الساعي على المركز الاول، الساعي على المركز الاول، والبندقية الفضية تنتظر، فأين ستكون بعد خط النهاية؟ يا سلام عليك يا راعي الساعي على المقدمة وعلى المركز الأول، فالأمتار الأخيرة تقترب وها هو الكيلومتر الأخير. فعلا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء نشاهد ونتابع الكيلومتر الأخير، الساعي خلاص افتتح افتتح الساعي الكيلومتر الأخير بهذا الشوط. سلامي عليك سلامي عليك سلامي عليك يا راعي مزعج. الله 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 الله، غير الأمور غير الأمور. غانم محمد بن زايد الخيارين اذا مزعج غير مجريات الامور وها هو يسير بخطى ثابته نحو البندقيه الفضيه. اهالي الشحانيه يطالبونك بالسلامات يا غانم يا ابن محمد يا ابن زايد الخيارين. الساعي جدد الامال، جدد امال السيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، وصلكم وصلكم حطام لسالم الراشد بن غدير الكتبي على المركز الثالث، غير على المركز الثاني وها هو الساعي لا يزال في عملية السعي الصباحي نحو المقدمة ونحو البندقية الفضية في هذا الصباح. الشوط الرئيسي الشوط الرئيسي، وين يا الشوط الرئيسي ناوي؟ وين ناوي الشوط الرئيسي؟ أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة تغير مجريات الأمور مع اللي هو في المركز الأول حطام على المركز الأول نحو البندقية الفضية، فهو المئة متر الأخير يرحب بحطام على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط وعلى المنافسة الرئيسية والشريفة في هذا الشوط. تهانينا والناموس لراعي حطام سالم بن راشد بن غير، وتهانينا لأهالي دولة الإمارات العربية المتحدة. المركز الثاني كان من نصيب الساعي للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، والمركز الثالث كان من نصيب مزعج للسيد غانم محمد بن زايد الخيارين،
والمركز الرابع كان من نصيب اللي هو شجاع المبارك فراش من ذناب الهاجري، وخامس المراكز ذهب للذيب لمحمد بن سلطان بن مرخان. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الشوط، تهانينا والناموس لاشقائنا في دولة الامارات العربية المتحدة على فوزهم بالشوط الرئيسي الثاني للقعدان. نحن نشاهد لحظات تجاوز حطام لسالم بن راشد بن غدير الكتبي، قطع مسافة 6 كيلومترات بتوقيت وقدرة 9 دقائق ويبدو لي 20 ثانية ولا 21، نعم 9 دقائق 21 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد سالم بن راشد بن غدير الكتبي، ومن سالم بن علي الغيلاني مضمر هذا القعود. المركز الثاني كان من نصيب الساعي، قطع المسافة 9 دقائق 23 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد محمد الفهيد بن بيشان العجبي. المركز الثالث كان من نصيب اللي هو يبدو لي مزعج قطع المسافة 9 دقائق 23 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد غانم محمد بن زايد الخياري، والتهاني موصول للسيد عتيق بن قريع المري. تهانينا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء لجميع الفائزين، حظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.